يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته من مبتدع أو لا؟ مبتدع البدعة تختلف، إن كانت البدعة تقتضي الكفر فلا يزوج، مثل الذي يدعو غير الله، يذبح للقبور، ينذر للقبور، يستغيث بالأموات، هذه بدعة كفرية لا يزوج. أما البدعة التي دون الكفر ودون الشرك فهذا يصح تزويجه، لكن لأنه مسلم، لكن لا ينبغي أن يزوج إلا من هو مستقيم على الطاعة وعلى العقيدة السليمة. نعم.